يعني بتنصحي بايه في المواقف اللي زي كده؟ بتنقذي بايه في المواقف اللي زي كده؟ ازاي من وجهه نظرك لو حد مننا حواليه حد يمكن يكون صاحب، يمكن يكون جار، يمكن يكون قريب، يمكن يكون حبيب، شايف انه في حته كده شبه اللي حضرتك بتقوليها دي، نقدر نساعده بايه؟ انا دايما بقول مفيش حاجه اسمها بيهدد بالانتحار او بيلوش او سيبك منه ده بيقول كلامه خلاص. اول ما حد حتى لو بيهدد ممكن يقع فيها في مره لمجرد ان الفكره جات له بس. برافو عليكي، لمجرد ان الفكره جات في دماغي. مين شخص سوي يجي في دماغه فكره انه يؤذي نفسه او يقتل نفسه او يا رب اموت، يا رب خدني، يا رب يبقى عايز مش موجود؟ كل الحاجات اللي بتتقال دي ما بتبقاش عباره عن كلام بيتقال وخلاص. او انا كنت بتناقش مع طبيب مره فبيقول لي ما ممكن ست تكون عايزه تعمل حاجه وجوزها مش موافق فتروح مهدداه وقايله له طب انا بقى هموت نفسي لو ما عملتيش كده. حتى دي تخوف. حتى دي تخوف. ممكن ممكن تتكلم معاه باي نوع من الحوار تاني غير ان هي تهدد نفسها. الغضب اصلا داخلي، خلي بالك اللي بينتحر دول العدوان بتاعهم داخلي على نفسهم. ما هو ممكن يكون مستأمن حد جدا او زي ما بشوف في العلاقات العاطفيه سابني وانا عايزه اموت نفسي وبتاع، ما ممكن العدوان ده يطلع على الاخر. لا، العدوان دايما بيطلع لجوه. الغضب بيبقى داخلي. فاحنا مفروض لو شفنا اي حد عنده الفكره دي او بتراوده بس الفكره دي مش تنفيذ ولا محاوله، لازم نلجأ بيه لحد يساعده. حد متخصص يساعده. يعني انا حابه كمان اقول من خلالك حد متخصص، لان ساعات احنا بنروح لناس مش متخصصين. وانت اتفقي معايا في ان لما حد يجي يقول انا عنده مشاعر اكتئابيه او فكره انتحار او بتاع، نقول له طب بس روح صلي ركعتين لربنا كده واهدى، طب انت اصلا بعيد عن ربنا. دي حاجات غلط تماما تماما. يعني هي ملهاش علاقه خالص بان هو قريب من ربنا ولا لا. طبعا هي بتبقى مشاعر مرضيه بحته وبيبقوا بجد محتاجين بالزبط مساعده من متخصصين. حقيقي بجد، حقيقي بجد. برافو عليكي. ما نستهترش بالكلمه، يعني بلاش نتعامل مع الكلمه على انها انا جعان. لا، صح. هو هي حاجه تانية. صح. خالص. صح. غير المشاعر دي، هي مشاعر مرضيه حقيقيه بحته ممكن تؤدي الى اذى كبير جدا. وبعدين اللي هيأذي نفسه ده هو مش هيأذي نفسه بس، ده هيأذي نفسه وهيأذي عيلته. يعني هتترتب على ده حاجات كتيره جدا.